السلام عليكم خياتي الزفلة. كنت نبدأ الفيديو كما العادة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. الزفلة كنت ذي حذي مرحبا يسكن طالع شانيو مرحبا سيدي لان مرحبا سيدي ديانا الأكني كنت قراغ يلتي كلت ذي فيديو بس قد بارتاجي لك كنت لا جورني نو ذاكي كخام بعد ثقالة أتفق الشيطو حكني كنت زعمت شغل كي جي ما تقيم هذا كخام ما يتورف خدمة من بعد تقيم تقيم هذا كخام كل شيء تسكيد إسا لونغ واسا تعلم شوية لهجك ضاها هذيك هي. كما قلت لكم خياتي المهم في هذا الفيديو راح نشوفوا معايا هكذا فقرات متنوعة راح نشارك معكم روتيني اليومي واش درت في النهار كامل حتى لليل وفي الأخير راح نشوفوا هكذا تحويسة خفيفة في لافيل تاع تيزي وزو في الليل وتشوفوها وتشوفوا لا ديفيرونس بين رمضان وبين هاد الأيام تاع الفطران كما نقولوا حنايا. المهم اقعدوا معايا حتى للاخير ما تروحوش بعيد. كي كنت ناتي حذاي اثق على فيديو كنت تسينا شطوح هكا كي لا فيل تيزي وزور سامدي نركلي ليسونسي قمم ثم تقرات ولي مثل ديفيرونس لان هي رمضان اكو ذو سنقل الفطران. بيان سور ما تعجبك كنت لا فيديو يتسيوم ثاس لايك يتسيوم ثاس كومونتير اكني كنت قرا غي الثي كلت اشو نظن بارتاجي مثل اكون اتمور اكون اتمور ان شاء الله ذو شو التنتع. اذا خياتي ما تنسونيش باللايك ما تنسونيش خياتي بالكومونتير اللي طلع المورال واشنو تاني هذا ما كان. اذا نقول لكم خياتي فرجه ممتعه ان شاء الله. كني كنت ناتي هذا هي قيمه ديك لا فيديو اما تقرا ان شاء الله كنتي تعجب. المهم شوفوا خيتي أسوأ حاجة في حياتك أنك تحرمين من أكل معين وديما تتشهي هذاك الماكلة. هذاك الشي اللي صار معايا أنايا تعرفوني كامل نحب الخضروات بكل أنواعها فهكذا شوية خضروات ما عنديش بزاف معها بصح كيما لوبيا ما لازمش ناكلها كورجيطة كيما هذه ما لازمش ناكلها خضرة الحشاوش المعدنوس ما لازمش ناكلهم يا إما الفول ما نقدرش ناكله باذنجان ما نقدرش ناكله شلاضة ما نقدرش ناكلها فلفل ما نقدرش ناكله ماشي ما نقدرش ناكله نقدر ناكل بصح كمية قليلة وكتشوف المعاناة اللي راني نعانيها وهاني في اول الطريق وراني في اول الطريق دركا راني بريباري في سباغيتي نفطر سباغيتي زعما خصني ميزان انايا باش زادوا لي ينحيولي الخضروات يا الله كني كنت نعرف حدا زعما خصني كاين الميزان انا نكسمي الخضره انا نكسمي الخضره ماشي زعما الصبار والصبار والصبار بيو الصبار ديستيك خاصه مثلا صراحه انا كنت ديما شوف الصداره والصداره مي الى قد تنقصوا تنقصوا شو زعما لا كونتيتي اذا انا ماشي نخدم لا كونتيتي كي تمكن شاخد مايس شاخد مايس شاخد مايس او لكن كتولي تقدر في الطماط شطح سباغيتي حتى الماخد مع صب طماطيش صافي جي بان دواي واش نظام فوالا هذا هذا عند اللغه الصغار يداون باش نصباطي ندير فوتشن نشيل مثلي الصغار الكورجيت شطح نسكسس الكورجيت كذا كل ما شفتو هي تبقى كل ما وصلنا عندها نفس ديالك في وجهك في قورك بلا ما يطلع لك زعما كيز زعما زعما الشاه مع عمي معاه سمح لي قرينا التيكسبريمير مشاعر جياشة اتجاه الخضر والفواكه فاصون خياتي راني نبريباري شوية سباغيتي مع حبة تاع طوماطيش وشوية ثوم في سبتي لي الطوماطيش صافي ما لازمش نزيد حاجة واحدة اخرى
صافي راح ناكل باك سباغيتي وشويه طماطيش. عندي شويه كبده تاع الدجاج راح نقليها. هذا ممكن والكميه المسموحه تاع الخضر اكلتها اليوم الغدا ان شاء الله، وهي هذه الحبه تاع الطماطيش. هذا ممكن كنت انا غادي حبي بشكل دوانا اتخدم بيان. انا قلت لك خير من الخضره اي ربنا لك نخدم فاصو قاحي يشطح وجهي وما انا ماش قاحي الحال ما انا ماش انا كنت دي سيكي لا كونتيتي طوماطيش حوا اسمي طوماطيش شاف نو لا كونتيتي الخضره حواجه سيكي داين شيات سيني طوماطيش تاعيني صافي داين. هتخمي معاك حدايا بروح على نوتريسيونيست الدواء فيك تاع ريجيمي داكون باش كي نذ هذه فيتي راك لي فينا كي نخطر كي جيني دار الريموت زعما كيف كيف تجي تسكسو شطح ولا زين المهم إذا كنت حدا يميت باكل وصوصني بيان سور خماش شطح لي زيبي سير كلي خماش سكر شطح الملح أسيدي تاع قرعت بك شوية أنا شطح بومان تنفث سوا هكذا سهلة سبيك عطيني ساسبيغات سباغيتي ياكي هنا خياتي بيان سور قلت لكم عقدت كامل لاصوص طوماط تاعي وراهي طابت زدت لها شويه تاع الماء درك راح نزيد لي بات تاعي ونفطر والحمد لله لي بات تاعي باقيين ونخليها تتشرب بيان سور شويه هذا ما كان طريقه التقديم كل واحد كيفاش يحب يقدم لي بات تاعو انا نحب نخليها تتشرب هكذا مليح من بعد نقدمها واللي يحب يدير لاصوص طوماط هذيك وحدها فوق لي بات ثاني كيف كيف نفس الطريقه دوك نخليها تشرب شويه ومن بعد نسربها معكم. بياسر حبيت نقول لكم ثاني حاجه بالنسبه لي باتخياتي دائما لاصوص تاعكم ديروا لها شويه سكر للداخل باش تنحي هذيك الحموضه تاع لاصوص طوماط ولا تاع طوماطيش تاعكم. كي كنت انا هذه طوماطيش توجور ما تخدم لاصوص طوماطي لي بات نكونت اما سباغيتي اما المكرون اما دايغون توجور تعلم تسكب بيث من السكر على الاخر بور ايفيتي لاسيديتي ني طوماطيش تسكيله تاعها اش كي تحجو يانا تزيد انا ثاني تحضير فيها لاصوص النار السوانيه داسا اتيت هذا ما راح نخرجو نفسي هاي لي خياتي الطبق تاعي راح ندير شويه فرماج رابي من الفوق بيان سور كي ديروا هكذا زعما فرماج رابي من الفوق لازم يكون نوعيه مليحه باش يعطيكم بنه لي سباغيتي تاعكم. هذا مكان كي كنت نعطي حدا يدي بيان سور ما تخدم فرماج رابيني فرماج رابيني خدم ساتي حدا خمسه زعما كي يجوني لها شويه باش كنت يدي في البنه العاجي هذا هاي خياتي الطبق تاعي تاع اليوم شوفوا كيما قلت لكم كي يكون هكذا الفرماج تاعكم مليح شوفوا كيفاش راح المهم تكون كاليتي تاعو مليحه ويزيد البنه في الطبق تاعكم. هذا المهم خياتي راهي السبعة تاع الليل
العشية ماشي الليل، مازال ما طاحش الليل، راح نخرج شوية الحق راجلي اوف. وقلت لهم راني صابقة شوية، شي زعما صابقة صابقة، راني مريضة بصح على بالكم. القعدة في الدار ما سيبورتيهاش، كنت نخدم هكذا شغالاتي بالعقل، كنت معايا الصبيحة بصح هاد العشية قلت راح نخرج، بيان سور راح نديكم معايا البلاصة اللي راح نروح ليها، راح نديكم معايا. لبست قشي ما لقالي، شوف شكون كيما حالتي، كي نخرج نحب نلبس الجبه تاع الدار باش نكون ايلاز، كي نكون هكذا مزيه كامل نحس روحي كي شغل هذيك التحويسات ما استمتعش بيها. شكون اللي راهي في حالتي؟ فكرت عطات لي حنان، حاشكم مناقش تفكرتهم درك نجيبهم ونشوفهم معاكم تشوفوا كيفاش راح نبدلوا شويه الجو. هم لي كرياتي المناقش راهم يبانوا لكم، هم لي راح نسيوهم عليا. كني كنت نغاتي حداي يجي حقدو ركزي وقد فؤاد فني ده كامل ليسونسيال قذفة لا قذف هاك نقان بدل غاكو فوالا دي رومونتي شوية المورال حاشاكم. كني كنت نرى فني دفد جاكلي ناس فاش طاح خطر خقر خقر فزرم جهجه قوب خام لونغواس وقت تجور دقيني وقت تجور دقيني مش مكاني ديجي كانوا ومعروني وكن قاعد تمغاري ناس شي داش بوفيو إن مسيد أمشي كنت دفانا عشاكم. شوفوا خيال قولوا لي جو شابين. ايضا اقعدوا معايا راح نروحوا مع بعض. قلت لكم البلاصه اللي راح نروح ليها راح نديكم معايا. المهم خياتي هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله نال اعجابكم، ان شاء الله هكذا واش نقول لكم، ان شاء الله طمنتوا عليا راني صافا، راني صافا الحمد لله. هنا راح نخليكم شويه مع المناظر في تيزي وزو بيان سور، سورتو الاخوات الموجودات في الغربه ولا الاخوه الموجودين في الغربه اللي توحشوها. نقول لكم هاي ليك تيزي وزو اليوم راح نشوفوها في الليل بيان سور. هكذا ما كاش الموفمون في الليل على كل حال، ماشي كيما رمضان بصح هكذا. شوفوا انا من النوع اللي يحب الخرجات في الليل فوالا. كي نكون تنعت حدا يمكن الجوني كحمل ارتفاع كنت كيغ كل حمجة تفرغ كي جيتي مدين شغل وجاش ديجا مليح لا سيركيلاسيون وجاش خلاك كل غاشي كل هاتين جوي شو حمجة كنت كيني بيان سور خمار كنت ديك شطح المقتطفات اي وي ذاك وش ذهان تيزي وزو اي وي ذاك لان الغرفة انا وي ذي لان ذاكي ثمرت فاذن ناغ سورت ثلاث ناغ كل فاذن وكاف في تيزي وزو ثمرت نسمتو كلي كنت نيغ هاتن باك كنت دسيني خاص ديكي ذاك لي اما انا ما عليش. ان شاء الله كنت تعجبك كنت نعطي حداي تحذر مثل ما كنت ان شاء الله على فيديو بسيط تعجبك كنت تشي طوح ظل غدوك لا كنت كيجيني ان شاء الله كنت تفوق بخير على خير كنت نعطي غن تحذر مثل ما كنت تحذر مثل ما ولن كنت الوالدين كنت سورتو غير ما ولن كنت بالكم الوالدين السفارة سنة كنقارن اكون نعطي اولي تكون او كنت نعطي اولي تكون تمثل
غير ما يكون تما رحمه دينا على فيديو جديد ان شاء الله. اذا خياتي الحق لا لافان تاع لا فيديو ان شاء الله. الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم كما نقول لكم كل خطره، نقول لكم تهلاو في رواحكم وتهلاو في والديكم سورتو. الى فيديو اخر ان شاء الله، ما تروحوش بعيد، كملوا الفيديو حتى الاخير. نقول لكم باي باي، مع السلامه.